انا عايز اسالك بقى على المباراه نفسها، مباراه الاهلي والترجي، عشتها ازاي يا دكتور محمد؟ وايه اللحظات اللي مرت عليك صعبه؟ انا متاكد، اصل انا شفتك كتير في المدرجات وعارف ان انت ما بتعرفش تقعد، يعني بتقف زي اي مشجع للدرجه الثالثه في النادي الاهلي يعني. لا، ما انا وقت المباريات مش عضو مجلس ولا صحيح. رسمي في اي شيء. انا مشجع طبيعي للنادي الاهلي، محب بجنون، وما فيش لحظات عصيبه ولا لحظات يعني سهله. من اول لحظه لغايه ما يصفر الحكم اللحظات كلها عصيبه، وانا بخاف على النادي الاهلي وهو كسبان 3-4. انا خايف على النادي الاهلي طول الوقت. فالمباراه دي لانها كمان كانت جول واحد في البدايه، وخوفا من احتساب اي حاجه لا قدر الله بهدفين، فكنت يعني في حاله نفسيه صعبه جدا جدا، مشدود طول الوقت، الى ان ربنا اكرمنا واتم فضله عليه. النادي الاهلي الفتره الاخيره قبل بدايه الموسم كان عنده فريق محترم، هو حامل لقب هذه البطوله، البطوله الافريقيه، بيعرف يعمل تدعيمات، بيبقى عنده مدير فني بعد بيتسو موسيماني الراجل اللي كان ناجح جدا، يبقى عنده مارسيل كولر يبقى راجل ناجح جدا هو الاخر. الموضوع ده بيحصل ازاي يا دكتور محمد؟ ازاي قادرين طول الوقت ان انتوا تعملوا فريق ثابت طول الوقت، ماشي بشكل كويس وبشكل متناغم طول الوقت؟ يعني برضو خلينا نرجع الامور والفضل لاصحاب، يعني الكوره بالذات ليها ناسها، في لجنه كوره بيراسها الكابتن محمود خليل رئيس النادي ومفوض من مجلس الاداره بادارتها. كابتن محمود ما بينفعلش وما بينتظرش انتظار عشان يفرح، وكابتن محمود يفكر طول الوقت للتخطيط لقدام. كابتن محمود واحنا في الملعب يوم الوداد واحنا في قمه فرحتنا بعد ما كنا متراجعين بهدف وناخد البطوله بهدف التعادل لمحمد عبد المنعم، كابتن محمود فرح يمكن دقيقه وبعديها قعد معنا في الملعب، والجميع يذكر ذلك، وقرر ان هو يجدد لكولر ويجدد له اكثر من سنه، عشان الراجل ده هو عنده رؤيه، محمود الخطيب عنده رؤيه في الراجل ده، الراجل ده استمراريته هتكون في صالح النادي وتخطيطه للمستقبل في صالح النادي. يعني اقصد ان احنا ما بنفعلش، ورئيس النادي ما بيلحقش يفرح على قدر ما بيفكر الخطوه اللي جايه ايه. انا بقول لحضرتك في ملعب مركب محمد الخامس يوم الوداد الفاينل السنه اللي فاتت، كابتن محمود بعد صفاره الحكم بدقائق كان بيفكر في ده وبيكلمنا في ده في الملعب. صحيح. زي ما قلت لحضرتك، لدينا رجال يخافوا على النادي الاهلي، احدهم محمود الخطيب دلوقتي اللي بيقود مسيره الكوره، فبينظم الامور لما يعني في مصلحه النادي، وهي دي المنظومه الكامله. يعني الطريقه برضو انه يفوض رئيس النادي اللي هو اساسا اسطوره كرويه طبعا، يفوض بملف كره القدم، هو يختار لجنه كوره شايفها امينه على النادي من ولاد النادي، بيعملوا دائما لصالح مستقبل النادي. هي دي المنظومه المحترمه المنضبطه، هو ده النادي الاهلي الحمد لله. وحضرتك بتتكلم افتكرت 2019 وقت الهزيمه الكبيره من صن داونز، هزيمه ممكن تأثر على أي نادي وتأثر على أي فريق، خاصة لو فريق بحجم النادي الأهلي ممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا، ممكن تدخل الفريق في نفق مظلم. وعلى العكس تماما، انتفض الأسد يعني والأهلي يكتسح كل البطولات بعدها. شفت الأمر ده إزاي يا دكتور محمد؟ نفس الكلام يا فندم، هو نفس السياق. لو بنتكلم الفرحة ما بنشرفش فيها ونجري ونهلل و الهزيمة صفحة ونفكر ازاي نتغلب على اللي حصل او نعالج اللي حصل وانتهى الموضوع. النادي الاهلي نادي كبير، ما تهزوش هزيمه مهما كانت مؤثره. النادي الاهلي نادي يقف على ارض صلبه، ما تاثرش فيه عثرات. زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي، دي كانت هزيمه زي ما حضرتك بتقول، ممكن تؤثر نفسيا على نادي وتتلخبطه ويبتدي يفكر صحيح. غلط ويبتدي يفكر باندفاع وتصرفات عصبيه. لا 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 لا، هو ده محمود الخطيب برضو اللي ما فرحش في الوداد غير دقائق معدوده، هو ده برضو اللي قفل صفحه وعرف يستوعب لاعبين، يستوعب جهاز فني، ويفكر في ايه الاخطاء اللي اتعملت ويستوعبها وينطلق وياخد البطوله نفسها ان شاء الله، وكانت من اغلى البطولات. حضرتك تعلم احسن مني طبعا. طبعا يا دكتور محمد، هل في احتفاليه انجازات عظيمه جدا لفريق كره القدم؟ ولا نغفل انجازات عديده في كل الالعاب الجماعيه والفرديه الاخرى، هل في احتفال قريب النادي الاهلي يعمله لكل الالعاب الرياضيه في النادي؟ اعتقد ان شاء الله يعني في نهايه الموسم هيكون فيها، يعني احنا السنه دي كنا بنقول السنه اللي فاتت نهائي نادي لا يقل بل يزيد، ما شاء الله احنا عندنا فرقه اخذت كل شيء زي فرقه الفولي بول الرجال،
عندنا الهاندبول المتألق ما شاء الله. يعني اعتقد ان السنه دي لازم يكون في حاجه باذن الله تكريميه للجميع، الناس اللي بتحترمها اللي رفع اسم النادي لابد ان يكون لهم لمسه يعني احترام ووفاء وتكريم باذن الله. دايما في تفوق يا دكتور محمد، دايما مؤسسه مصريه نشرف بيها جدا دايما وابدا النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد شوقي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، من الاشخاص المحترمين جدا جدا، دائما هادئ امام الناس ولكنه دائما في غرف الاجتماعات وفي القرارات وفي المشاركه في القرارات شخصيه قويه جدا، له راي وراه راي مهم جدا دائما وابدا، مفيد زي ما هو قال للنادي الاهلي، اهم حاجه يبقى مفيد للنادي الاهلي. طيب